معنى كده انه فعلا الدراما ممكن ان هي يعني تغير فكر الانسان او تدله على طريق المفروض جديد. لانه الحقيقه انا احيانا بحس انه الدراما ضلت او بتضل طريقها. يعني لما اقدم مسلسل مثلا واجيب البطله بتخون جوزها والزوج بيخون مراته، انا بتكلم على حد حاجه محدده، والابنه تحمل سفاحا والابن مدمن، دي ده نموذج اسره، بتكلم على اسره يعني قدمت في التلفزيون. هي دي دي الاسر المصريه؟ لا طبعا مش دي الاسر المصريه. انا لازم اقدم الاسره المصريه اللي انا عايز الناس تبقى زيها، الاسره الحقيقيه. انا قدمت اسره مصريه حقيقيه. بس انا عندي سؤال لحضرتك هنا، يعني الواقع به السيء وبه الجيد، مش ممكن يبقى كله سيء كده ومش ممكن يبقى كله جيد برضه. ايوه يعني ما احنا ممكن يعني نتناول النموذج الغير جيد بالنقد ونوجه، ما انت لو ما تناوله اتناوله بالنقد، ما تناولوش باعتباره ان ده شيء عادي، لا اتناوله بمعنى ان انا برفضه. فالحقيقه انا رايي يعني طريقه التناول، ايوه انا رايي ان احنا تلفزيون في مجتمع زي مجتمعنا من ضمن مهامه تعليم الناس. ولذلك انا كنت دايما واحنا بنتكلم يعني مع انعام محمد علي كنا نقول ايه، احنا مش بنقدم للناس اللي هم عايزينه، احنا بنقدم للناس اللي احنا عايزين نوصله له. لانه بالفعل احنا التلفزيون تلفزيون الدوله ده له مهام مهمه جدا، من ضمن هذه المهام ان انا بعلم الناس واثقفهم. كان عند حضرتك برضو مشروع لكتابة تاريخ مصر دراميا. نعم. يعني هتبدأ من أيام الفراعنة إلى لا لا تاريخ مصر الحديث. يعني أنا كان في ذهني ما فعله الرفعي، عبد الرحمن الرفعي كتب تاريخ مصر الحديث من خلال مجموعة كتب مهمة جدا. فأنا كنت يعني في نيتي إن أنا أكتب تاريخ مصر الحديث من خلال مجموعة مسلسلات. أيوه. وكتبت فعلا منها أربع مسلسلات، علي مبارك، قاسم أمين، مشرف، ودول اتعرضوا. أيوه. وكتبت طلعت حرب لكن لسه ما اتعرضش. وكان إنعام محمد علي ربنا يديها الصحة كانت تتمنى إنها تختم حياتها الفنية بهذا المسلسل، لكن الحقيقة واضح إنه يعني هذا النوع من المسلسلات غير مطلوب في الفترة الحالية يعني.